في الفيديو ده هقول لك عن موقف النهائي لتحديث ميو اي 14 لريدمي 9 وريدمي نوت 9. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع هيثم معوض على قناه كوكب التكنولوجيا. طبعا كل الناس اللي معاها ريدمي نوت 9 وريدمي 9 مستنيين تحديث ميو اي 14، لان زي ما كلنا عارفين ان شركه شاومي اعلنت ان عائله ريدمي نوت 9 هيوصل لها تحديث ميو اي 14 بشكل استثنائي. وبالفعل التحديث وصل لريدمي نوت 9 اس وريدمي نوت 9 برو، وبدانا كمان نسمع عن نسخه مي بايلوت او نسخه فريق اختبار التحديثات لريدمي نوت 9 وريدمي 9. واتفاجئنا في الفتره الاخيره بقائمه جديده من شركه شاومي اسمها اي او اس او اند اوف سبورت، اللي هي بالعربي انتهاء الدعم. القائمه دي كان فيها مجموعه من الاجهزه اللي شاومي اعلنت انتهاء الدعم عنها بشكل رسمي. يعني من الاخر كده الاجهزه اللي موجوده في القائمه دي مش هيوصل لها تحديثات تاني ابدا. واتفاجئنا كلنا بوجود ريدمي نوت 9 وريدمي 9 في القائمه دي. طب فين تحديث ميو اي 14؟ المهم ان مفيش اي حد يعرف التحديث هيوصل للموبايلين دول ولا لا، وهل شركه شاومي هتوفي بوعدها اللي قالت عليه ولا لا؟ مفيش اي حد يعرف، لحد ما شاومي اعلنت من ايام بشكل مباشر وصريح عن موقف ريدمي 9 وريدمي نوت 9. طيب تفتكروا ان شاومي على علم بكل المشاكل اللي بتقابل مستخدمين بعد تحديث ميو اي 13 ولا لا؟ اكيد طبعا الشركه على علم بالمشاكل دي من خلال المنتديات ومن خلال الباج ريبورت اللي بيوصلها بشكل شهري من المستخدمين. بس للاسف بالرغم من كل المشاكل دي شاومي اعلنت بشكل مباشر ان تحديث ميو اي 14 مش هيوصل لريدمي 9 ولا ريدمي نوت 9، وان الدعم انتهى عن عائله ريدمي نوت 9 بشكل كامل. طيب يا صديقي هنحل المشكله دي ازاي، وخصوصا ان شركه شاومي ثابتنا في نص البحر ومشيت؟ بعد ما 90% من المستخدمين ثبتوا ميو اي 13 على اجهزتهم وطلع التحديث مليان مشاكل، فشركه شاومي ثابتنا وتجاهلت المشكله. بس مع كوكب التكنولوجيا بفضل الله هيكون عندنا حلول كتير جدا للمشكله دي، هشرحها لكم كلها في الفيديوهات اللي جايه. فمثلا لو عايز تعمل داون جريد وترجع لميو اي 12 هقول لك ازاي تقدر تعمل كده. كمان هنجرب مع بعض النسخه الاندونيسيه والنسخه الهنديه والنسخه الصينيه، وهقول لك ازاي تقدر تغير من النسخه العالميه للنسخ دي. يعني من الاخر كده في الفتره اللي جايه هيكون في عظمه بالنسبه لمستخدمين ريدمي نوت 9 وريدمي 9. قبل ما اقفل كنت عايز اشكر كل اصدقائي اللي بيكتبوا لي تعليقات ايجابيه، ما تنساش تتابعني على صفحه الفيسبوك وهسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو، فلو استفدت من الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.